السلام عليكم متابعين ومتابعات قناة مربوحة تي في، لاباس عليكم؟ هانيا، كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير ان شاء الله. يعني من بعد ما غبرت عليكم الوالدة في القناة وتنقرا التعاليق ديالكم كتسولوا عليها بكثرة، وهذا هو اللي خلاني انني نوصل عندها باش ندير لكم مع هذا الفيديو هذا باش نطمئنكم عليها. ومسكينه راه كانت عيانه شويه، هذا هو اللي كان مخليها تغبر عليكم هذه الايامات هذه من القناه، ومازال ان شاء الله غترجع لكم، راه هي العنصر الاساسي عندنا في القناه، وان شاء الله الوالده مازال غترجع لكم، وها هي غادي نخليها معكم ان شاء الله. السلام عليكم يا صحباتي يا خواتاتي يا بنياتي يا وليداتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير مع الصحه؟ كي داير الرجال ديالكم؟ كي درتو شويه غيابت عليكم واقيله بزاف، كنت عيانه سمحوا لي بزاف بزاف بزاف، أنا كنت عيانه وما تنقدش بظهري، ودابا سمحوا لي بزاف. وهذه مازال غادي ترجع لكم الوالده ان شاء الله. ان شاء الله يا صاحبي، كانت عيانه شويه، هذا هو علاش كنت تنغيب عليكم هذه الايام، هذا ما كنتش كندير معها لي فيديو، ولاني ملي شفتكم كتسولوا عليها بكثره بكثره في التعاليق اضطريت انني ندير معها هذا الفيديو هذا. هضري مع دابا راني جيت معروضه عند بنتي وجات بعني لهنا، قال لك الوالده راه الناس غتيسقسيو عليك الله يكثر خيركم، الله يخلف عليكم، الله يحفظكم ويحفظ وليداتكم ويحفظ رجالكم. التعاليق اللي تديروا معايا الله يعمل سيدي ربي يعطيكم شي حجه في وجه رسول الله. ودابا عرضتني بنتي وجات بعني، ودابا راني جيت نقلع شويه ديال كما كيعرفوا المشاهدين، حنا راه كنشاركوا معكم يعني الطبخ، دخلنا معنا الطباخه فاطمه باش مشكينه نديروا لها حتى هي الشهره، باش انها هي طباخه محترفه ومعروفه تبارك الله، ولاني بغينا نشاركوا معكم يعني داك الطبخ ديالها والشهيوات ديالها باش الناس اللي ما كيعرفوهاش يزيدوا يعرفوها. ودخلنا معنا للقناه وسمحوا لينا، والوالده هي معكم ان شاء الله لحقاش سولت عليها بكثره. وشكرا للمتابعين ديال لاله حده والمتابعين اللي بغاو فاطمه، وان شاء الله حنا القناه كنحاولوا اننا نديروا فيها داك الشيء يكون متنوع، والعادات والتقاليد بالطبخ وهضري مع الوالده اي حاجه يا ولدي. الله يعطيكم الستر والله يحفظكم وينجيكم، وباقا ان شاء الله مازال نصور معكم ان شاء الله، مازال شهيوات بزاف ان شاء الله يا سيدي ربي لا يحياني الله. غدا ان شاء الله المشاهدين داك بان هادشي هادي مات على اختي اللي عندها اسبوع على بنتي غادي تولد في سماره، غادي نمشي لعندها حتى لسماره ان شاء الله يا سيدي ربي، وطلبوا معاها الله يفكها على خير. وكاينه شنو الطريقه الوالده؟ 3 ايام ديال الطريق، 3 ايام ديال الطريق غير الله يعمل سيدي ربي يعاوني وصافي. غادي تغبري تولي تغبري على المشاهدين؟ غادي نغبر على المشاهدين ان شاء الله يا سيدي ربي، سمحوا لي بزاف حتى نولي ان شاء الله يا سيدي ربي وانا معاهم. الوالده كاع باش تغبري على المشاهدين باش ايوا ولدي ما نقدرش نقول حتى تفك اختك. وبالنسبه للوالده غتصايبي لها الزميطه؟ غنصايبي لها الزميطه ان شاء الله، غادي نبي غنشاركها مع المشاهدين ان شاء الله يا ربي. ودابا انا جيت نقلع شويه ديال هذا بوعويده دايره زرعه بنتي، انتم تتشوفوا شوفوا تبارك الله هذا الخير ديال سيدي ربي، ها تبارك الله هذا الخير ديال الله، شوفوها خير ديال سيدي ربي تبارك الله يا سيدي ربي الحبيب، شو هذا الخير فين 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 كاين. تنقلعوا غير اللي طايبه باش ما شو تبارك الله يا ربي، ها تبارك الله يا سيدي ربي، تنقلعوا غير اللي خصو يتحيد وتيدار في الجورنال عاد تيكمل الطياب، عاد تيكمل الطياب ديالو. شو تبارك الله، ها انتو مازال مهوى التفاح، هذا التفاح الابيض، هذا التفاح الابيض هو باقي ما طايبش، ها كما كتعرفوا هذه الجريضه ديال اختي ديال بنتي منوعه فيها كاع، منوعه فيها كاع جميع الديسير منوعه فيها. شو تبارك الله، شو تبارك الله، ها خيرات سيدي ربي، ها تبارك الله يا ربي باقي ما طيبش مزيان. هيا زرعه هنايا البطيخ والدلح في الارض، البطيخ البطيخ ولا السويهله، مازال صغير عاد هو عاد جديد تبارك الله. شوف خيرات ديال سيدي ربي تبارك الله يا ربي، اه شو خيرات سيدي ربي تبارك الله يا ربي. هذا الكرموس، هذا الكرموس نشوفوا واش طايب، ها ها تبارك الله يا ربي،
غادي نشوفو البيضوي راه معاهم في ها انا غادي نوريهم ها الورد دابا هاد السطر هذا كله غير ورد ورد واللي مول الحامض واللويزه هذا كله ورد هذاك الورد ها هو تا ودا تيبسها هذه اللويزه هذه اللويزه ها هي هذه كله هاد السطر زال عينه اللويزه وها ها هي كلها لويزة وورد هذا الحامض هذا الليمون الحامض هنا زرع لي قامة والشيبة و... هنا هي زرع الشيبة هنا هنا زرع لي قامة راه محشوها عاد ولا هي طالعة محشوها الحشة الأولى هذا تبارك الله الكرموس ها شوف كرموس تبارك الله يا ربي ها شوف تبارك الله الكرموس كي داير الكرموس غير حاضر بلا ما تطلع بلا ما ت... ها هاد الشجر كو داير تيعلى غير مازال صغير ها الكرموس شو ها نتوما المتابعين يقبلوا عليك على الدويره هذه ويقبلوا عليا غير حيت تسقسيو عليا وشت مع الطباخه فاطمه تسقسيو عليا بزاف وبغيت نوريكم وجهي ونشارككم في هذه الدويره هذه وصافي في هذه الجريده هذه وسمحوا لي بزاف هذا الرمان هذا سطرد الرمان هذا سطرد الرمان هذا سطرد البرقوق البرقوق حيدوه تحيد هذا هو والخوخ الخوخ هو عاوتاني سطرد الخوخ هذا عاوتاني سطرد الخوخ حتى هو حيدوه ايوا وسمحوا لي بزاف 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 سمحوا لي بزاف راه كنت عيانه وما درت لكم والو وسامحوا لي بزاف بغينا نخليو القناه خاويه دخلنا معنا فاطمه حتى هي مزيانه الله يعمرها سلعه وداك الشيء عندها زويون ايوا وسمحوا لي راني غادي نمشي لعند بنتي ان شاء الله ترجعوا ان شاء الله مازال ان شاء الله باقي ان شاء الله ندير لكم حويجات بلديين بزاف كاع دابا حتى نولي عند بنتي ان شاء الله غادي نمشي لسماره القناه بلا بك الوالده ما كتسوى والو قال كل شيء بغى ايوا الله يكثر خيرهم ويخلف عليهم ويحفظهم ويسترهم وينجيهم ويحفظهم من الافات الله يعمل سيدي ربي يدير بهم كما تيديروا بيا الله يعمل سيدي ربي يحفظهم ويسترهم واللي باغيه تحمل الله يعمل سيدي ربي سهلة تيقول لك دعيوا معايا راني تندعي معاكم والله القسم الا تندعي معاكم الله يسهل عليكم قريتي داك التعليق الوالده ديال ديك البنت اللي دخلت قالت لك انا دخلت القناه ودعيتي مع دوره راني شحال دعيت معاها مبروك مسعود مبروك 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 كل ما كانت جاتني حشومه نزغرت اللي قريه قراتو بنتي قالت لي راها قالت لك شحال من عام هذه ما حملات ودابا ملي دعاو معايا يا المشاهدين ودعتي معايا انت يا امي حاده وتقول مسكينه هي امين امين الله يعمل سيدي ربي والله كل ما كانت جاتني حشومه والجيران هنايا حتى نزغرت مبروك مسعود عليها والله يسخر والله يسخر والله يجعل كل شيء مبارك مسعود وهنيه عليك يا بنتي هنيه عليك الله يعمل سيدي ربي يكمل عليك بالخير وعقبال كاع اللي ما تتولدش الله يسل عليها وتطلق سراحه اللي باغيه تجوز الله يطلق سراحه ويجيب لها شي ولد الناس اللي مريض الله يشافيه والله يحفظكم ويستركم وانا دورت معكم هاد الدويره هادي غير باش من غادي نشارك معاهم الزميطه ان شاء الله وغادي ندير وغادي ندير غادي ندير لهم الزميطه هاد اليومين هادي وغادي ندير لهم اللحم مفور بالحشوب هاد اليومين ان شاء الله باش نخلي لكم الذكرى ونمشي غنخلي واحد ثلاثه الفيديوهات باش تشوفوني فيهم
ودعيو معايا وصلني ربي على خير ويفكوا ويحفكوا حال بنيتي على خير. مشى معايا ولدي راه يقدر غندير. ربما الا مشى معايا ولدي هداه الله، رغبوه معايا يمشي يديني، ما نمشيش في المركوب، رغبوه معايا يدينا للصحراء. الله يعطيك السروه ونوريكم الفيديو في الصحراء، غير رغبوه معايا رغبوه يديني. الله يعطيكم الستر. راني قلتها له، قال لي الحال بعيد عليا ما نمشيش، وانا ما عارفش الطريق، ما حافظش الطريق وما عمرني مشيت. عمرني مشيت وثلاث ايام ديال الطريق، فهمتي؟ ونمشي ونروح اولدي الله يرضي عليك. يلا زيد يا رويده دابا خليك. ايوا ها هو هذا الشفرجل، ها هو جيو تشوفوه. هذا الشفرجل ديال باش هذا الشفرجل باش تنخضرو. ها هو باش خضرت لكم فاطمه هذه شي ثلاث ايام. هذا هو، ها هو عندها، ها انتم تتشوفوا هذا الشطر كله تشفرج الغادي بحال هكا. آه كما كنقولوا لهم هذا راه غير قطار، هذا غير قطار ودار فيه اي حاجه، داروا فيه جميع انواع، دار فيه السكينه ودار فيه هذا. الله يعمل سيدي ربي يقوي خيره. راجل مزيان ومرضي، مرضي الوالدين، مرضي امه ومرضي باه. امه كانت مسكينه مشله ورفدها، مشى سقصى عليها العلماء ورفدها وهزها وتيعومها ويسرولها بيدو ويعومها ويدير لها ليكوش وعاد تيمشي للخدمه. وانت انت الوالده مازال كيحسك بحال الوالده ديالو. مرضي، وحتى انا حاسبني بحال الوالده ديالو، الله يعطيه الرضا. هذا راجل بنتك؟ هذا راجل بنتي الحاج المقاوي، الله يرضي عليه، الله يكون منه، الله يفرش له الرضا ويغطيه بالرضا. الله يعمل سيدي ربي يزيدو خير في خير، هو وأمة المولاي محمد الحبيب كلها. مرضي الوالدين، الله يرضي عليه. هذا انتم تتشوفوا هذا اللوز. هذا هذيك هذاك عاوتاني ديك الجويها دايرها لوز. بنتي راه عرضانة، بنتي راه عرضانة. هذا دابا اللوز، هذا جناه، هذيك الجويها دايرها كلها لوز. هذا لوز، هذا كله دايرو لوز. هذا وخلاص تقول لهم راه الزيتون داير به، والزيتون داير بالبلاد كلها، داير الزيتون بالبلاد، داير الزيتون كلها بالبلاد، من هنا مدورها بالزيتون باش محصرها. وهنا دايره القرعه، دايره الفلفله، دايره هنا دايره القرعه، ها هي دايره خضيره اللي تتاكل، ها هي. خلاص هذيك الفصه، هذيك الفصه تعطيوها البقر. هذه الشيبه، هذه ديك دانونا، ديك دانونا اللي تتكون مبزطه، هذا السطر ديالها. هذه هذيك دانونا اللي مبزطه دابا داز وقتها. اييه تيقولوها دانونا. هذيك الداليا، ايوا سمحوا لي انا شركت معكم هاد الدويره هذه غير باش سمعتكم تتسقسيو عليا وباش تشوفوني. والله يعطيكم الستر، والله يحفظكم، والله ينجيكم، والله يرضي عليكم. وسمحوا لي، سمحوا لي بزاف، ودعيوا مع بنتي يفك الله على خير. دابا حنا خرجنا من الجرده، دابا هذا هو الباب ديال الفيلا مع لابيسينو. اقول لهم السلام عليكم. ايوا بالسلام عليكم، والله يهنيكم، وسمحوا لي بزاف، وتسناو الفيديوهات ان شاء الله اللي غادي ندير لكم باش غادي نسافر. وسمحوا لي غادي ندير لكم ديال الزميطه وديال اللحم مفور بالعشوب. ايوا بالسلام عليكم، والله يهنيكم، وسمحوا لي بزاف، الله يهنيكم.